السلام عليكم. هذه رافعه 30 طن ليبر 2018. بعد ما تشغل الرافعه مباشره تاتيك في هذه الصفحه هي بي 0. هذه خمسه وزن مضاد راكب لان فيها وزن مضاد، و2.3 وزن مضاد ليس رافع مكشوفه رافعه في الرافعه. هذه تاع الاسهم المساعده فيها 0 درجه 8 امتار، 20 درجه 8 امتار، و40 درجه 8 امتار ما تحتاجهاش. وهذه تاع رافعات اخرى، هذه تاع وزن مضاد، وهذه تاع العجله على العجلات تحت العجلات نصف 100% اذا اردت تبرمجها. وهنا 0 الدوران و360 درجه، هذه عدد لفات الحبل راه 4 لفات كذلك، اتركها في ربعه وجعلها اوكي ثم اونتري. هذا اذا غيرت البرنامج، ان لم تغير البرنامج مع اللي تشغلها بالكونتاكت تجعل اوكي فقط. اوكي هنا نفسها نفس اي رافعه، انا شيفت هذه افكار تعطيك، هذه الثلاثه تعطيك تاع تراقب محرك مثلها مثل اي رافعه، ما كترش الفيديو باش ما الناس ما تكرهش، فهمتوا؟ وانا هذه المعطيات نفسها نفس المعطيات تاع الرافعه، راح نعطيكم الفرق انا فقط في هذه، هي في الوزن في الوزن المضاد تاعها، انك ما فيهاش مثال روبير صغير وروبير كبير، ولا مؤشر صغير ومؤشر كبير. وقت اللي تحمله راك تنزل تجعلها في هذه الاحمر، هنا راح الوزن المضاد ها هو مايل في هذه الوضعيه تحمل فيها وزن المضاد كما الفيديوهات اللي درتهم من قبل. يعطيك الصحه، زيد شويه خلاص حبس روح دير فلاكس. او يهبط هنا اصبر راه في الكات بين 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 شحال حبس هبط هبط الاخر هبط لي فيرا ايوا هبط هبط قام يهبط روح ايوا هاي صونين تركه وش تدير دورو يعطيك الصحه دور تركه راه تحبس وحدها روح دور دور هاد البولون ديك الزوج تحبس وحدها زيد دور كي حبس تاني روح طلع هذيكم خلاص حبس دور تشوف قاع دور دور تشوف دور زين خلاص ايوا حبس هنا دير لاكس راسو ايوا هاو تنح خلاص خلاص هبط دير لاكس خلاص انا تفيكسه سيب جبتها عليك زين نح اللاكس نحل اللاكس انت دور هاك ولا خلاص انا ما طلعش نسيت انا الديفو تاعي روح نروح مزيان اقدر تقبل هاك خلاص خلاص عاود ارجع عاود راه مفتوح هذاك عليه ما كوبات فهمتي لا حبس هنا طلع عاود دير لامان